السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج السرطان، لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه، اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانيه، او ادخل في اول تعليق في الكومنتات هتلاقي اللينك القناه. ادخل وخد الفيديو بتاعك اللي انت محتاجه اذا كان عليك سحر او قرين او تبيعه. ان شاء الله باذن الله الاخبار دي تكون حصريه لجميع توقعاتك الايام اللي جايه، مع اخبار ساره طبعا هتعود لحياتك، والطالع بتاعك هيكون مثل الشمس بالظبط اللي هينور طريقك باذن الله. وهنشوف مع بعض ايه التوقعات اللي عندك وايه الاصدارات الجديده اللي انت بتصدرها الايام دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله، صل على الحبيب، وانزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بص يا برج السرطان، اول حاجه انت حيران ومتردد في موضوع بتفكر فيه كتير جدا. يعني انت اللي تعبك الايام دي التفكير، تفكير في تسديد ديون، وتفكير في الشريك اللي رحل فجأة او الشريك اللي عمل لك عراقيل. تاني حاجة، انت لازم تريح نفسك علشان انت محسود والعين صايباك بطريقة كبيرة جدا، واخدة منك جزء الحلو وسايبه لك الجزء الوحش. الجزء الوحش ان انت بتمر بارهاق وكسل وخمول ووجع في جسمك غير طبيعي، وده كله بسبب العين القوية اللي صايباك. وعايز اقول لك ان انت الايام دي من اكتر الايام اللي انت بتشتغل فيها على نفسك علشان خاطر توصل لهدفك، او علشان خاطر تطلع من اللي انت فيه. قريب جدا جدا جدا، وده اللي ظاهر لك دلوقتي، ان انت هتدخل في طاقة ايجابية او هتدخل في دعم حلو، وهتبدأ حياة جديدة حلوة ليك. متألقين وواثقين من نفسكم، يعني انتوا هنا عندكم طاقة ايجابية وتغيير من الامور اللي في حياتك الايام اللي جاية. اثبات حاجات كتيرة جدا في حياتكم، اثبات تغيرات، اثبات تقدم في انطلاقات حلوة هتاخدوها، وقرارات طال انتظارها بقالها مدة، ففي فرحة عندكم. اقدر ابشركم ان الايام اللي جاية هتكون طرق هتتفتح في حياتكم، وهتكون طاقات إيجابية هتعوم على جميع توقعاتكم الروحانية، وفي نفس الوقت هتستفادوا من أشخاص هيكونوا موجودين في حياتكم. خلي بالك انت عندك خبر حلو، الخبر الحلو ده هتخليه بعدها هتكتشف طعم وهتكتشف غدر من أقرب الناس ليك. فما تقلقش من حاجة، عشان خاطر فرحتك هتكمل وتوقعاتك كلها هتكون مكسب ليك في خير. بس بلاش العصبية، بلاش العصبية، علشان انت هنا عندك عصبية زايدة من غير اي سبب. ربك لما يريد هيصلح لك الامور وهيظبط لك كل اللي في حياتك، عشان خاطر انت هنا ولا شفت محبة من قريب ولا من غريب. يعني انت مش شايف المحبة لحد الان من حد، كل اللي انت فيه كسرة قلب، ويعني ما عندكش، محدش جابر بخاطرك حتى لو بكلمة بسيطة. ناس كتيرة جدا بتحسدك على حاجات مش موجودة فيك، فما تقلقش، علشان الايام اللي جاية هيكون في تقدم وفي راحة طال انتظارها. بس انت كل المطلوب منك ان انت تهديلي اعصابك من ناس بتاكل في دمك ولحمك، ودايما بتتكلم عليك بطرق سلبية وبمشاكل. في هنا مراقبة، في مراقبة من اشخاص كتيرة جدا في حياتك. خلي بالك عندك حد من ابراج ترابية خانك ووجع قلبك وكسرك، لدرجة ان انت عندك زي ما قلت لك الم في معدة، الم في الظهر، وفي خمول وكسر رهيب في حاجات كتيرة جدا. نفسك في اي حاجة تفرحك، نفسك في اي حاجة تديك طاقة ايجابية لبكرة. عارف يعني انت رغم ان عندك زعل وحيرة ووقف حال، عندك تألق وثقة بالنفس، انت ما بتستسلمش ابدا لاي حاجة، بتشتغل وبتعمل حاجات كتيرة جدا، وبرضو في طاقة سلبية مسيطرة عليك. اجمل ما فيك ان انت هتكون متألق، هتكون متألق. في واحدة ست عندك، الست دي بتتكلم عليك، وزي ما قلت لك انت كل ما بتيجي تقول لها انت عملتي بتعيط لك، بتقول لك انا ما عملتش، انا ماليش دعوة، والحاجات دي كلها، والحاجات دي طبعا تعباك. عندك ديون، عندك ديون الايام دي هتتسد ان شاء الله،
وهيبقى فيه حياة أجمل، عشان أنت عندك طاقة خوف. دايما بتتحاول تتخلص من الهم، من الغم، من المسؤولية، بتحاول تعيد حساباتك، بتحاول تبص لنفسك. انت اتظلمت كتير جدا ومحدش يقدر يقول اكتر من كده، فما تقلقش، الايام اللي جاية هيكون عندك حصدا تاما للحاجة اللي انت بتتمناها، حصدا تاما لبعض الامور اللي هيكون فيها تحسن. انت صح، خلصت علاقاتك مع ناس كتيرة جدا، وفي علاقة بينك وما بين حد اختفى فجأة. الشخص ده اختفى كده من غير ما تعرف هو ليه اختفى. في أزمة هتقع فيها، والأزمة دي هتعرفك أعداء من أحباب رسمين وشوش مش بتاعتهم، فما تقلقش. عندك هنا سؤال ونفسك حد يجاوبك عليه، في سؤال عندك ومستني إجابة من أي حد. أنت دايما بتسمع للناس الكبيرة، يعني بتسمع من رأيهم. اي نعم انت بتعمل اللي في دماغك، بس بتحب تاخد رأي الناس الكبيرة، بتحس ان هم عندهم خبرة اكتر في الحياة. طيب ليه عصبية؟ ليه عصبي اليومين دول؟ انت عصبي وفي مشاكل في ارض بيتك، يعني انت في مشاكل في ارض بيتك. طيب مين الشخص اللي عندك في بيتك مر باكتئاب، مر بخزلان من شخص كان عزيز عليه؟ مين الشخص اللي عندك في أرض بيتك مر بخزلان، مر أو عنده صدمة نفسية وانت بتحاول تطبطب عليه؟ وفي حد زي ما قلت لك في ضيق وفي خنقة، ربنا هيفك ضيقه بإذن الله الأيام اللي جاية. في هنا علاقة على السوشيال ميديا، أو ارتباط على السوشيال ميديا، أو حد غريب انت بتتكلم معاه وبتحس ان انت مرتاح بمجرد ان انت بتتكلم معاه. أجمل ما فيك وده اللي بيخليك مميز عن الآخرين، ان انت ما بتستسلمش أبدا. والست الحرباية دي ربنا هياخدها من طريقك، علشان وقفالك ومترصدالك في الأذى وفي تجديد المشاكل اللي في حياتك والسحر اللي بيتجدد لك منها. ما تقلقش، إن شاء الله بإذن الله ربنا هيقلب السحور عليهم، علشان خاطر في ناس ما بتحبش تشوف حد مبسوط ولا مرتاح، رغم ان انت ما كنتش بتعمل معاهم غير كل الخير. فمش عايزاك تقلق في أي حاجة خالص، عشان انت هيكون عندك تقدم. بص، كسرة قلب بينالك قوي، كسرة القلب دي ان شاء الله بإذن الله ربنا الوحيد اللي قادر يجبر بخاطرك ويريحك. في سحر تعطيل، والسحر التعطيل ده مخليك مفيش اي اكتمالات في اي مواضيع، فان شاء الله بإذن الله امورك هتتظبط، امورك هتتخلص منها. في كمان هنا حد ست عجوزة، في حد عندك ست عجوزة. الست دي تعبانة نفسيا بسبب، زعلانة عليكم، يعني هي زعلانه على الامور اللي انتوا فيه. وفي جاره واحده من الجيران بتغير وحقوده، فيا ريت تخلوا بالكم منها. اقدر اقول ان جزء من ظلمكم، جزء من اهانتكم، جزء من كرامتكم هيتردد لكم الايام اللي جايه. بس في خوف، في خوف عندك من شريك، خوف من عذاب، خوف من المستقبل. انت عندك طاقة خوف رهيبة، خايف من حاجات كتيرة جدا، والحاجة الوحيدة اللي خايف منها المستقبل. في نصيب حلو ليك، اطلع لي من العزلة، اطلع لي من الطاقة السلبية، ما تخليهاش تسيطر عليك، انت اللي تسيطر عليها، ما تخليش اي حاجة تسيطر عليك ممكن تأذيك. طيب الكركبة اللي انت فيها دي هتطلع منها، ودي من غير اي كلام. انت المشكلة اليومين دول كاره الدنيا كلها، مش عاوز تتكلم مع حد ولا عايز تفكر في حد. كل اللي نفسك ان انت تخلص فيه اوراق المحكمة، نفسك تخلصها علشان خاطر انت ما بقاش ليك نفس لأي حاجة. ما تصدقني، ربنا هيجبر بخاطرك الايام اللي جاية، والهم والمشكلة الكبيرة والحمل اللي شايله لوحدك ده ربنا هو الوحيد اللي قادر يطلعك من اي حاجة. اثبت وجودك بنفسك، وبلاش الطيبة الزايدة عن اللزوم مع اشخاص ما يستاهلوش ان انت تكون طيب اكتر، يعني ما يستاهلوش منك الطيبة دي. وازن امورك ووازن علاقاتك عشان تطلع من كل التوتر والحيرة. خلي بالك، انت في ناس نزلت من نظرك علاقات سامة، او في حد من هنا من ابراج ترابية او نارية، حصلت خيانة او سرقة، ومش برضو مش حابب تتكلم في اي موضوع علشان الحاجات دي بتعصبك قوي وبتضايقك لما انت بتتكلم فيها عن سرقة مالك او سرقة فلوسك. فياريت تحط نقط على حروف وتشوف الحاجة اللي انت عايز تعملها. انت من جوه قلبك بتدور على الحب،
من جوه قلبك بتدور على الحنان، بتدور على الاستقرار جواك كركبه زي ما قلت لك، ودموعك نازله ليل ونهار بسبب حظك، ان حظك قليل. باذن الله ربنا هيجبر بخاطرك وهيريحك جدا، عشان خاطر انت محتاج دعاء، محتاج حاجه تفرحك. انت بقالك سنين شايل حمل الحيه والبومه الحقوده اللي بتعمل لك اسحار، ممكن تكون من الجيران المقربين لحياتك، ودي طبعا مش حبالك الخير، رغم ان انت ممكن تكون عارف مين اللي بيعمل لك اسحار وساكت. والالم اللي في المعده ده انت كشفت اكتر من مره، زرت الطبيب ومحدش فادك في اي حاجه. يا ريت تخلي بالك من نفسك، ان شاء الله باذن الله هيكون عندك حياه حلوه، هيكون عندك استقرار في مواضيع كتيره جدا. بس لو في طرف ثالث انصحك ان انت ما تخليش اي حد يتدخل في حياتك، ما تخليش اي حد ممكن ياثر عليك باي طريقه. ازرع لنفسك الخير وما تتكلمش مع حد. في كمان هنا صلح، في صلح ان شاء الله الايام اللي جايه، وفي صديق، الصديق ده هتلاقيه حد كده واقف معاك وهيدعمك في طاقات كتيره جدا حلوه. في سر، يلا افرح، في سر اهو هتكتشفه، والسر ده من بعده هتعمل حاجات كتيره جدا، السر ده من بعده هتاخد قرارات في حياتك مختلفه عن اي موضوع. اختصر ناس في حياتك، اختصر حاجات في حياتك عشان التحسنات وعلشان خاطر الامور اللي عندك. اكتر الناس اللي دمرتك لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك، لاما اهلك لاما اهل شريك حياتك دمروك وخذلوك، وكمان كانوا بيعايروك بحاجات انت ما عملتهاش. فياريت انت تهدي لي بالك الايام اللي جايه، عشان باذن الله ربك هينصرك. عندك زي ما قلت لك القرين ولمسه عاشقه، بتقف قدام المرايه كتير، بتحبوا نفسكم اكتر، في حاجات بتعملوها ما ينفعش تتعمل علشان خاطر انتوا مش ناقصين، انتوا اللي فيكم مكفيكم، ولا محتاجين غدر ولا محتاجين خيانه، ودايما عندكم نفاق وظلم من ناس انتوا يعني ما عملتلهمش اي حاجه. مشكلتكم ان انتوا في حاجات ما بتعملوهاش وبتيجي عليكم، في حاجات انتوا ما لكمش دعوه بيها، مالكم يعني حاجات انتوا ما تخصهم يعني حاجات مش تبعكم خالص، وبرضه بتلاقوا الامور بتتبدل. في هنا خلال الايام اللي جايه باذن الله بامر الله تعالى هتكون في افضل حال، وهتكون في قمه العليا، علشان انت عندك اجوبه، وزي ما قلت لك من بعد السر اللي انت هتكتشفه هتحط نقط على حروف. بس ابعد لي عن الكركبه، عارف الموضوع اللي شاغل بالك واللي نفسك ان هو يحصل، ان شاء الله باذن الله هتحصل معجزه من عند ربنا فقط لا غير، وما هتكونش مصدق الفرحه اللي انت هتكون فيها، وهتقول اخيرا ربنا عوضني، انا صبرت كتير وصبرت لحد ما اتوجعت واتظلمت وتخاب املي في ناس كتيره جدا. كل المطلوب منك ان انت تعيد حساباتك، كل المطلوب منك ان انت تروق نفسك بنفسك، تهدي لي بالك من الضغط النفسي اللي انت فيه. ومهما تكتشف خيانات وتكتشف غدر وطعنات، اتاكد ان ربنا بيحبك، اتاكد ان ملاش لو ربنا ما بيحبكش مفيش اي حاجه ممكن تعمل لك ازمه. فانت عندك فرحه، عندك تغيرات، عندك ازمه هتطلع منها، وعندك كمان طاقة فرج وتغيرات جذرية هتحصل لك في حياتك، وفي نفس الوقت هتعيد الحسابات اللي عندك، وهتاخد قرار حاسم صالب، وهتغير فيه من بعض الأمور اللي عندك مع تغيرات إيجابية وفرحة طال انتظارها بإذن الله بفضل ربنا. بقالك مدة مهموم، بقالك مدة شايل الحمل لوحدك، حاسس بالغدر من كل مقليك. في كمان فرحة، ما تقلقش، على قد ما في حزن وعلى قد ما بقالك سنين بتعافر وبتجاهد علشان توصل لحاجات كتيرة جدا، في هنا أخبار وفي فرحة هتريحك. كمان انت هنا محتاج طاقة، مسؤولياتك زادت وبالك مشغول جدا بكل الناس اللي حواليك، بتديهم أهمية أكبر من حجمهم، وده اللي تعبك نفسيا. وأنا دايما أقول لك وازن أمورك، ما تديش أكتر ما تاخد. حصل انفصال بينك وما بين شخص، او فراق بينك وما بين شخص اكتشفت خيانته، وهو كان دايما بيدعي ان هو بيحبك وان هو مش شايف غيرك، بس انت اكتشفت قد ايه الشخص ده مش كويس. عندك هنا كمان طاقة ايجابية، طاقة ايجابية هتكون خير وهتسعدك وهتديك فرحة طال انتظارها. بالك مشغول برزق، في رزق هنا بالك مشغول بيه، او بأسئلة تخص المال والفلوس، يعني انت عندك بعض الامور فيها كركبة.
حصل عندك من فتره مشكله صحيه، وده بسبب الاهمال وبسبب ان انت بتشوف احلام كوابيس وفي هم كبير جدا شايله على كتفك لوحدك، مفيش حد بيساعدك ولا حد بيديك حاجه، هم رامين عليك الحمول كلها وسايبينك. في كمان هنا رساله، الرساله دي هتكتشفها، ومن بعد ما هتكتشفها هتكتشف حاجه هتزعلك قوي. في كمان تسديد ديون او فك قرب، في حاجه هتعملها اليومين اللي جايين برضو هتفرحك. في طاقه حزن هنا، هنا في طاقه حزن على ناس ما كانوش يستاهلوا، وفي ناس مركزه معاك قوي الفتره دي، شغلين بالهم بيك ومستعدين ان هم يقلبوا حياتك في اني تحتاني، لدرجه ان انت نفرت وخرجت منهم وطلعت من حياتهم علشان حسيت ان هم ممكن يضايقوك، حسيت ان هم ممكن يعملوا لك مشاكل، وانت عندك زعل على ناس في حياتك، يعني انت زعلان برضه. وفي تفكير رهيب، طاقه تفكير رهيبه مش سايباك في حالك، وفي حاجات كتيره جدا بترددها اليومين دول، او في نفسك في حاجه تتم، يعني انت في تردد عندك كتير. وخلي بالك انت الفتره اللي جايه دي مش من احسن الفترات ان انت تعيد حساباتك وتكتشف حاجات في حياتك. الفتره اللي جايه حياتك العاطفيه هتكون صافيه، مع العلم ان شريكك بيتعبك، مع العلم انه دايما عندك علاقاتك العاطفيه فيها مشاكل بسبب ناس بتتدخل، بسبب ان انت والشريك اهمل فيك، في بعض التوتر عندك وبعض الحيره. فالايام اللي جايه هتلاقي شخصين هيدعموك وهيكبروا منك وهيسعدوك وهيوصلوك للباب اللي انت مستنيه وبقالك مده بتسعى عليه. فانا مش عايزاك تقلق خالص، علشان انت عندك طاقه قوية جدا، الطاقة دي هتفرحك وهتخليك تطلع من المود اللي انت فيه، وفي نفس الوقت هيبقى عندك خاتم خطوبة، خاتم زواج، خاتم ارتباط ابدي، الله اعلم، بس هيكون عندك فترة من الراحة. وفي هنا كمان واحدة ست، واحدة ست قريبة منك بتدعي ان هي بتحبك وان هي حبالك الخير، بس الست دي بتتكلم عليك من ورا ظهرك ومدياك الوش الحنين، فياريت تخليلي بالك منها وما تسمعش لأي حد، ممكن يعني تسمعش، انصحك ان انت ما تسمعش لأي حد تحس ان هو بس كلامه ممكن ان يعني يريحك، بس انت عندك في قلبك كده نار، يعني انت في قلبك نار ومش ساكت وتعبان، يعني انت مش ساكت وتعبان، رغم ان انت دايما متألق، رغم ان انت دايما واثق من نفسك، رغم ان انت دايما حياتك راضي باي حاجة تحصل في حياتك، بس عندك بعض المشاكل، عندك بعض الضغط من الاشخاص اللي دايما اذينك وبيتكلموا عليك في حاجات انت ما عملتهاش. مشكلتك ان انت في حاجات بتترمي عليك انت مالكش ذنب فيها، بس بيقولوا لك لا انت اللي عملت الحاجات دي، انت شخص كذا كذا، رغم ان انت والله ما في اطيب من قلبك ولا في يعني بتسعد ناس على سعادتك. دايما اقول لك خلي بالك ان هم ماشيين معاك في عملك، ماشيين معاك في مجال حياتك، الناس دي عايزين يوقعوك، عايزين يحفروا لك، عايزين يأذوك، انت دايما فاتح بيتك للغريب، فاتح بيتك لكل الناس، يعني هم بيشربوا وياكلوا معاك وبيأذوك. بص تعابين، تعابين في حياتك ونفور وقطع علاقات مع ناس كتيره جدا، انتوا دايما متهيئ لكم ان انتوا حاجات كتير مختلفة، انتوا الايام دي بتفكروا صح في قرارات لازم تاخدوها، في ناس هنا هتقف جنبكم وهتدعمكم في الخير. بص هنا، انت هنا بتحصنوا نفسكم، بتشتغلوا على نفسكم، بتفكروا صح، ناويين على حاجة هتعملوها صح، ناويين على مواضيع صح. انت بعيد عن ربنا، فياريت تهرب لربنا اكتر وتستعيد ثقتك بالله عشان خاطر ربك يبعد عنك الناس المؤذية. اتكل على ربنا وارمي ورا ظهرك، قلبك هينشرح الايام اللي جاية، بس انت مقهور وزعلان على نفسك، انت الايام دي زعلان على نفسك جدا من حاجات كتيرة جدا، مستني اي حاجة تفرحك، انت ما بتحبش الحاجة تجيلك بسهولة، بتعافر وبتجاهد علشان خاطر توصل للأهداف اللي عندك. في هنا مكافحة، في ترقية، في حاجة جديدة في حياتك، بتشتغل وبتعافر وبتجاهد
وبتعمل حاجات كتيرة جدا مختلفة. فالأيام اللي جاية هيكون في برقان هيتبدل في حياتك، انت بس مصاب بالحسد القوي من ناس كتيرة جدا، والأمور هتتعدل عندك وتتظبط. اكتب تم عشان يوصلك لينك القناة اللي عليها علاج السحر والقرين. تحياتي ليكي.